وللمزيد من المتابعة عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العلي. دكتور رامي، مرحبا بك معنا. إذن لدينا أصوات من داخل المعارضة تقول أو ترفض التنازلات التي قدمها كتا لغاية الآن، بينما لدينا زعيم يعني بارز في المعارضة وهو الإمام محمود ديكو الذي دعا إلى التعقل وربما رسالة تهدئة اليوم. بين الصوتين أين تتجه الأمور حاليا في مالي؟ أهلا بك إيمان، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي بأن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد، لأن هنالك محاكمة لكل الحقبة السابقة التي قادها إبراهيم بوبكر كيتا والتي لم تحل الكثير من الإشكاليات. من الواضح أن الأمر لا يخضع لسيطرة الأحزاب المعارضة، وبالتالي إذا ما كان هنالك شخصيات في المعارضة تستطيع الحوار مع الرئيس ومع فريقه، فإن هنالك أطراف أخرى في الشارع المالي ليست مستعدة لذلك الحوار، وترى أن الحقبة الماضية أولا لم يتم إعادة لم الشمل بعد الانقلاب الذي حدث قبل 6 سنوات، وكذلك لم يتم معالجة الأزمات الاقتصادية، ما زال هنالك حالة من عدم الاستقرار الأمني خصوصا في منطقة الشمال، ما تزال هنالك تيارات موجودة سواء اجتماعية وسياسية تطالب بالاستقلال على سبيل المثال، أو تيارات إرهابية تخوض صراعا سواء مع القوات المالية أو مع الجيش الفرنسي، وهنالك اعتماد كبير على الجيش الفرنسي. لذلك الحقيقة في الرهانات الأساسية بالنسبة للمراقبين وبالنسبة للشعب المالي لم ينجح الرئيس في تجاوزها، وبالتالي ما المبرر لاستمراره لفترة رئاسية أخرى؟ أضف إلى ذلك أن الانتخابات التشريعية التي هنالك اتهامات واسعة من قبل المعارضة بأنه تم تزويرها، الحقيقة ربما كانت النقطة التي أفاضت الكأس، وبالتالي لا تمثل هي بحد ذاتها المشكلة. حتى الحقيقة المحكمة الدستورية العليا ومحاولة الرئيس من أجل إرضاء بعض الأصوات في المعارضة حل تلك المحكمة التي كانت طرفا في التزوير كما يقول المعارضون للنظام هنالك، حتى هذه الخطوة ربما لا تكفي من أجل رأب الصدع ومن أجل إعادة الاستقرار. لذلك ربما على الرئيس أن يتقدم بشكل حقيقي وفعال إلى إجراءات يمكن من خلالها فتح حوار حقيقي والاستعداد إلى تقديم التنازلات الصعبة للحفاظ على الاستقرار. نقطة أخيرة اسمعي، التنازلات الصعبة مثل ماذا يعني؟ من الأهمية وهي الدورة خاصة أن المطلب الرئيسي حاليا بات هو تنحي الرئيس نفسه. أنت محقة تماما، وهذا ما قصده بالتنازلات الصعبة، أن يكون الرئيس على استعداد للتنحي لأن ذلك يمكن أن يعيد الاستقرار، وباعتقادي أن فرنسا ربما تدفع بهذا الاتجاه، وإن كانت ترى بأن بقاء الرئيس لفترته الرئاسية الثانية وعودة الاستقرار في الحياة السياسية هو ضمانة من أجل استمرار الصراع مع الجماعات الإرهابية، ولكن إذا ما استمرت تلك المظاهرات، واليوم نحن نتحدث الحقيقة ليس فقط مظاهرات وإنما نتحدث عن عصيان مدني ومحاكمة المراكز الأساسية أو مهاجمة المراكز الأساسية للدولة سواء الشرطة أو البرلمان أو غير ذلك من المؤسسات، وبالتالي لا يبدو أن الرئيس ممسك بتلابيب السلطة بشكل جيد، وإذا كان الوضع كذلك فربما فتح حوار حتى لو انتهى ذلك إلى عزل الرئيس أو إلى استقالة الرئيس بمقابل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فإن ذلك يعتبر حلا جيدا. وأعتقد أن المعارضة طالما أنها وصلت إلى هذه النقطة، طبعا نحن نتحدث إيمان عن أزمة تعيشها مالي منذ شهر آذار مارس الماضي وحتى الآن، ولم تستطع الحكومة أن توجد حلولا، وبالتالي ولكن حتى بالنسبة للمعارضة لو سمحت لي دكتور رامي، جادة تمكنت من التوحد في المطالب ولكن خلفياتها وإيديولوجياتها غير متجانسة بالنهاية مع ذلك. لذلك هذه نقطة مهمة أشرت إليها إيمان، لذلك من المهم فتح حوار وطني لا يشمل فقط الحديث عن منصب الرئيس وانتخابات رئاسية، الحديث يجب أن يتم أيضا حول التيارات السياسية الموجودة. الحقيقة أن مالي تعاني من أزمات حقيقية، خذي على سبيل المثال هنالك حركة لا تظهر على ساحة الأحداث وهي حركة تحرير أزواد، والتي الحقيقة استطاعت أن تعلن الاستقلال وأن تعلن دولتها قبل 6 سنوات أثناء الانقلاب الذي تم في مالي، ولكن الآن طبعا تم تراجع
تراجعت واستطاعت فرنسا توحيد البلاد من الناحية العسكرية أتحدث، واستطاع الجيش المالي أن يفعل ذلك، ولكن هذا مثال واحد على أن هنالك تيارات أخرى معارضة للنظام برمته. لذلك الحوار الوطني يبدو أنه هو الخيار الأمثل، وإلا فإن البلاد، وهذا هو المرجح للأسف، سوف تنزلق إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار وعدم الاستقرار السياسي على وجه التحديد، طالما أن هنالك معارضة يؤيدها شارع تريد استقالة الرئيس ورئيس متمسك في السلطة. وهذه الحقيقة وصفة جيدة على الأقل في حالة الدول الأفريقية كمالي، هي وصفة جيدة لاستمرار النزاع لفترة طويلة. هذا النزاع برأيك ما زال داخلي ويمكن حله داخليا أم هناك تدخل لأطراف خارجية؟ ربما أنت أشرت سابقا لفرنسا نظرا لدورها على مستوى الساحل، وهذه الأزمات والتوترات السياسية ربما تؤثر على المخططات والاستراتيجية الفرنسية هناك، وأيضا ماذا عن الدور ربما المنتظر من مجموعة دول غرب أفريقيا هناك؟ أشرت إلى نقطة على غاية من الأهمية إيمان، ويمكن أن نتحدث عن مستويين الحقيقة. المستوى الأول وهو المستوى الفرنسي، فرنسا لها حضور هنالك سواء من الناحية الأمنية من الناحية العسكرية، ولها تأثير سياسي سواء على الرئيس أو على الحكومة المالية وعلى دول المنطقة برمتها. ولكن هنالك أيضا وما هو أهم من وجهة نظر الدول الإقليمية، أن هنالك حرب على الإرهاب، وهنالك حرب على جماعات تنتمي إلى تنظيم القاعدة أو تنتمي إلى داعش موجودة في الصحراء الكبرى التي هي جزء منها مالي، وبالتالي أي حالة من الفوضى وحالة من سيولة الدولة تشهدها مالي ذلك سوف يؤثر على الحرب ضد الإرهاب. لذلك الحقيقة الآن كل العيون موجهة إلى العاصمة المالية، خشية أن تحدث الفوضى وأن تستطيع الجماعات الإرهابية أن تجد موطأ قدم لها في هذه البلاد، وبالتالي ذلك سوف يصعب القضاء عليها، خصوصا أننا نتحدث الحقيقة إيمان عن عمليات عسكرية متوالية على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة لم تستطع القضاء بشكل مبرم على تلك الجماعات الإرهابية، وبالتالي الآن مع وصول الفوضى في هذا البلد فإن ذلك ربما يدفع تلك الجماعات الإرهابية. لذلك هذا هو مصدر القلق، وهذا أيضا سوف يدفع الجانب الفرنسي وباعتقادي والدول الأخرى إلى محاولة التدخل لإيجاد حل سريع للأزمة. نعم، شكرا جزيلا لك من باريس الباحث في الفلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العلي.